مرجع النغمه في الغليظ شويه عشان يوفر النغمه في 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 في, في الجوابات، يوم يقدر يعني يقرا مستريح. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن بعد كده فوجئنا ان هو انتقل للجوابات. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق ده يورينا ازاي هو كان بينطلق من المنطقة الوسطى للجوابات بسهولة ويسر مع قمة الحوار بين المنطقتين. هو من النوع الذهب الذي كلما استخدمه انطلق وانطلق، ولذلك كانت تلاواته في المحافل لا تقل عن ساعة ونص. كان برضو بيأتي بنغمات يعني جديدة على المستمع، فلاقت هذه النغمات استجابة واستحسان من الجمهور، خاصة لما كان بيقسم القسم: وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. الشيخ لما كان ياجي في الفترة دي كان طبعا ايه ياجي وهموم البلد معاه، يعني ياجي كل مشاكل البلد كانت تعرض عليه في الفترة دي. الشيخ عبد الباسط كان في حتة فعل الخير، يعني انا كنت ألمس فيه الحتة دي، بس كان من الناس اللي يعني لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يعني كنت أعرف أنه بيحضر ليالي، يعني مثلا القارئ ممكن يأخذ آلاف الجنيهات، هو ممكن يقرأ ليلة ما يأخذش فيها حاجة. أجعلناه أجاجا.
قراء القرآن الكريم ما كانش ليهم نقابة ولا كان ليهم يعني جمعية تكفلهم، خاصة في بعض القراء مش مشهورين وما كانش في معاش ثابت ليهم. قال لي يا أبو العنين ما تيجي نعمل نقابة زينا زي المهن الأخرى زي الأطباء وزي المهندسين وزي كذا وكذا. قلت له زي بعض وتكاتفنا وكلنا قلنا النقيب هو عبد الباسط بالإجماع. كان مدرسة مستقلة بذاتها يحتدى بها. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيك مما يمكرون. المدرسة البسطية بدأت يعني من زمان، كان الشيخ عبد الباسط عايش وكان في ناس بيقلدوه وهو عايش، فطبعا اول ما زادت اعداد الناس دي اللي بيقلدوه عملنا مدرسه للشيخ عبد الباسط، هو عميد المدرسه. انه كان عبدا شكورا. الشيخ عبد الباسط كان لما بيقول جواب كان بينزل على طبقة القرار ويغير للجواب التاني اللي هيغيره، لأن هيدخل حجازة هيدخل جركة. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا وكيلا. حينما قرأ القرآن الكريم ناس كثيرة أسلمت على صوته، مجرد سماع صوته القرآن الكريم من الشيخ عبد الباسط أسلمت. من فضل الله، لأن أنا طبعا سافرت بلاد كثيرة جدا، في البلاد العربية والبلاد الإسلامية والإفريقية والأوروبية وأمريكا، رحت 14 ولاية في أمريكا، حتى إني أنا سافرت جنوب أفريقيا، ما حدش دخلها جنوب أفريقيا لأبدا. كان أول قارئ للقرآن الكريم يدخل جنوب أفريقيا عام 1966. ماليزيا تحب القرآن ويحب تلاوة القرآن في البيت وفي المساجد. الناس يحبون القرآن من الشيخ عبد الباسط، لا يوجد أحد في العالم كصوته يعني. J'ai connu Abdelbasit Abdelsamad quand je suis rentrée en islam. Avant je ne le connaissais pas. Et je me suis convertie à la mosquée Al-Azhar.